للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وبيان الجهود المبذولة في مجلس محافظة المفرق، قام نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بزيارة إلى مجلس المحافظة، التقى خلالها برئيس وأعضاء المجلس وبحضور محافظ المفرق سلمان النجادة وأمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال العدوان ومدير شرطة المحافظة العقيد محمد الرواجدة ورئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين عبد الله خرشيد الخزالة ورئيس غرفة تجارة المحافظة خير العرقان ومدير مجالس المحافظات في الوزارة المهندس ياسر الزكامة ومدير مكتب الوزير محمد الحنيطي والمستشار الإعلامي في الوزارة محمد الملكاوي. أكد خلالها الوزير على أهمية الجهود المبذولة لمجلس محافظة المفرق في تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين. وقدم رئيس المجلس المحامي صالح الخشمان شرحا مفصلا حول واقع الخدمات والمشاريع التي يقوم بها المجلس بالإضافة للمشاريع المنجزة والتي قيد التنفيذ والاحتياجات الضرورية للمحافظة. يسعدني أن أتحدث أمامكم نيابة عن زملائي أعضاء مجلس محافظة المفرق، وأرحب بمعاليكم وبالحضور الكريم أجمل ترحيب في هذه المحافظة وهذه الزيارة الكريمة لمقر المجلس الجديد وافتتاحكم قاعة سمو ولي العهد المحبوب، فأهلا وسهلا بكم. وتم خلال اللقاء حوار موسع استمع فيها الوزير من الأعضاء إلى أهم المطالب والاحتياجات، حيث أكد الوزير الاستمرار في متابعة هذه المطالب مع الوزراء ذات العلاقة والعمل على حلها وبالسرعة الممكنة. المحافظة 44 عضو بتمثلوا كافة أبناء شعب محافظة المفرق بادية وحاضرة، مزبوط ولا لا؟ بتمثلوا الجميع أنتم.